وللمزيد حول أوضاع المسلمين الإيغور والانتهاكات التي يتعرضون لها على يد السلطات الصينية، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في شأن الإيغور السيد محمود محمد. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. بداية سيد محمود، صحف ومجلات غربية تحدثت عن شراسة السلطات الصينية في حملتها ضد الإيغور، هل من دلالات زمنية لما يجري هذه الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بالنسبة للشراسة، طبعا الصين منذ بداية عام 2017 تشن هذه الحملة الضاربة على الشعب التركستاني، وهذه الحملة تستهدف تغيير هذا الشعب ودمج هذا الشعب وجعلها كصينيين ثقافة وعرقا ودينا. ولذلك هم طبعا بسبب قوتهم في المجتمع الدولي هذه الأيام منذ فترة طبعا، وليس هناك الضغوط على الصينيين كما ينبغي، ولذلك مستمرين في هذا الظلم حتى يصلوا إلى هدفهم. طبعا هم يستهدفون استيعاب هذا الشعب وغسل أدمغة هذا الشعب وتحويلهم إلى صينيين وإلى شيوعيين، ولذلك هم طبعا مستمرين في سياستهم التي بدأوها منذ ما يقرب من 5 سنوات. وبما أن العالم كله مشغول، يعني الدول العربية والإسلامية في مشاكل كبيرة، وأيضا العالم كله أصبحت مشغولة بكورونا وغيرها من المصائب، ولذلك الصين تستغل هذا الظرف الدولي لصالحه في الاستمرار في هذه السياسة الظالمة الجائرة بحق الشعب التركستاني. نعم. طيب، كيف أثرت هذه الممارسات التي تقوم بها السلطات الصينية على المجتمع المسلم في الصين؟ طبعا أثرت بشكل سلبي جدا، وهناك أصبح أجيال الآن إذا سئل أي واحد في الشارع هل أنت مثلا مسلم، هل تصلي أو شيء من هذا القبيل، يجيبونك بلا. كما جاء أخونا جو خطاب، له برنامج ممكن أي مسلم يشاهده، عندما يسأل من صاحب المطعم في رمضان هل أنت صائم، هو يقول لا، لكي يؤكد له أنه ليس صائم، يأكل من الطعام في نهار رمضان ليثبت أنه ليس بصائم. طبعا هذا الظلم أثر على هذا الشعب المظلوم، وجعل الكثيرين منهم يعني لا يظهرون عقيدتهم. نعم. إذا أظهر عقيدته وأنه ملتزم، كل الملتزمون كلهم أصبحوا في السجون والمعتقلات ومراكز التعليم هكذا يدعي، ومراكز الاحتجاز في حقيقة الأمر. ولذلك يعني هناك جيل يعني يدرسون الآن يعني في المدارس الصينية الحكومية، وهذا الجيل نحن نخاف يعني سينشأ جيل لا يعرفون عن دينه شيئا. نعم. في المستقبل القريب إن لم يتداركنا الله برحمته عز وجل، ويعني نحن نخاف على الجيل القادم. بكل تأكيد هناك خوف على الجيل القادم، لكن ذلك يعني إن شاء الله لن يمضي. و هناك من يسأل مستغربا ومستهجنا سيد محمود، هل يعقل أننا في القرن 21 ونشهد حرب تطهير عرقي لم نسمع عنها إلا في صفحات ماضية من التاريخ؟ ما الذي يجري الآن؟ طبعا أخي الكريم، يعني الصين منذ قديم الزمان نظام شيوعي واستبدادي، يعني حتى قبل الشيوعية كان هناك استبداد، حتى هناك رحالة عربي مسلم كتب عن طبيعة الصينيين أنهم يعني يأكلون كل شيء عندما زار الصين قبل قرون طويلة، وكتب عن طبيعتهم. وهذا شعب يعني مستبد وحاكم مستبد، ولكن الشيوعية طبعا كما هو معلوم ضد الإسلام خصوصا. نعم. ولذلك منذ سيطرة الشيوعية على تركستان الشرقية كانت هناك حملات تطهير
عرقي وثقافي في الستينات وسبعينات القرن الماضي، ولكن الشعب بسبب تمسكه بدينه وأعرافه وتقاليده كان ثابتا على الدين، ولم يكن الصين بهذه القوة في تلك الزمان، ولذلك لم يكن سيطرته يعني شديدة كما هي عليه الآن. طبعا الصين استفادت من تكنولوجيا والتطور والإنترنت وغيرها في جعل هذا الشعب وهذه المنطقة كسجن مفتوح، يعني حتى من ليس في السجن كأنه في السجن، لأنه التلفون مراقب وفي كل شخص عنده برامج ليتابعه، ليتابع تحركاته وماذا يفعل حتى في بيته. ولذلك يعني طبعا المسلمون في تركستان الشرقية يعاني من هذا التطهير العرقي والثقافي. نعم. والصينيون يعلنون صراحة، يعني يعلنون صراحة نحن نريد أن نستوعب هذا الشعب وجعلهم صينيين حتى لا يتميزوا عنا، يعني لأن هذا الشعب منذ أكثر من 70 عاما حافظوا على قيمهم الثقافية والدينية والعرقية. وهل يريدون دمج هذا الشعب من خلال إبادة جماعية؟ يعني هذا غير معقول وتطهير عرقي. اسمح لي أتوقف هنا عند مواقف الدول. أنت تعرف قبل قليل قرأنا في أوروبا هناك اتفاقيات بينها وبين الصين، ولكنها لن توقع عليها لأنها تعتقد أن الصين تنتهك حقوق الإنسان. بريطانيا طالبت الصين بالسماح لمراقبين دوليين لتقييم الوضع، وضع المسلمين الإيغور. هل تعتقد أن هذه الخطوات يمكن أن تساهم في تخفيف المعاناة وفي التقليل من حدة الطغيان الصيني عليكم؟ طبعا إذا كانت الضغوط يعني كما ينبغي وانضمت لهذه الدول، دول إسلامية وعربية وغيرها، يعني الدول المؤثرة في العالم، على الأقل إن لم تستطع هذه الجهود حل المشكلة عن جذورها، ولكنها تستطيع أن تخفف هذه المعاناة وأن تخفف هذه الآلام عن الشعب التركستاني. ولذلك مع الأسف الشديد يعني هناك دول كبيرة وعندها قدرة ولكن لا تستعمل هذه القدرة، وهناك شعوب عربية وإسلامية عندها إرادة لمساعدة هذا الشعب ولكن ليس عندها قدرة وقوة مع الأسف الشديد. يعني نحن نعاني من الأمرين، هناك من يريد أن يساعدنا ولكن ليس في أيديهم حيلة، ليس في أيديهم شيء. هناك يعني طبعا دول ومنظمات حقوقية في العالم، خاصة في العالم الغربي، تريد أن تتدخل في هذا الأمر ولكن لا تستعمل كل ما لديها ضد الصين، يعني مع الأسف الشديد. نعم. طيب ما المطلوب بهذا الاتجاه إذا كنتم تعتقدون أن هذه الدول لا تقوم بواجبها الحقوقي والإنساني؟ ما المطلوب حتى يكون هناك إنصاف لهؤلاء أو لهذا المجتمع المسلم الذي يتعرض لهذه الانتهاكات؟ نحن طبعا خاصة إذا تحركت يعني منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية في هذا الاتجاه، يعني على غرار ما التحرك الذي يحدث في الغرب، يعني في بريطانيا أو أمريكا وغيرها، كان هذا تأثيره شديد على الصين، لأن الصين دائما تراعي سمعتها في العالم الإسلامي والعربي. ولكن مع الأسف الشديد العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي إلى الآن صامتة، لا تتحدث عن هذا الأمر بتاتا، ولكنها في الغالب الأعم تقف مع الجانب الصيني في المحافل الدولية مع الأسف الشديد. نعم. ولذلك أنا أدعو من خلال منبركم، من خلال قناة الرافدين، كل الشعوب العربية والإسلامية أن تساهم وأن يعني تكون له دور وفعالية يعني لمساعدة هذا الشعب. وهذه الفعالية إذا استمرت طبعا أنا أتوقع أنها تؤثر على سياسة الحكومة في هذه الدول، ولذلك على كل من له رأي ومن له مشورة في هذه في العالم الإسلامي التحرك يعني لإنقاذ هذا الشعب من هذه المظالم، لأنني أعتقد يعني أن الإسلام كدين في تركستان أصلا يهان. هناك المسلمون يقتلون في كثير من البلدان، ولكن الإسلام كدين يحترم وله مكانته، ولكن في عندنا في تركستان الشرقية الإسلام كدين يهان، والقرآن الكريم يحرق وأحاديث الرسول تحرق،
ولذلك المسؤوليات تقع على كل مسلم، على نعم. كل مسلم عنده إن شاء قدرة الله فكرة. يعني نعم. لتوصيل رسالة في هذا الاتجاه. شكرا لك أستاذ محمود محمد، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، المتخصص في شأن الإيغور.